صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. هل سنتوصل إلى هدنة في غزة أم لا؟ وما هي شروط هذه الهدنة؟ مفاوضات تبادل الأسرى أين وصلت؟ وماذا بعد هذه الحرب؟ لأنه اليوم في الكواليس الدولية بدأ النقاش على المشهد ما بعد حرب غزة، كيف ستكون التسوية في فلسطين وفي الدول العربية ومع إسرائيل؟ بالداخل اللبناني العنوان الأساسي بالحركة السياسي والمشهد السياسي الحالي هو تأجيل تسريح قائد الجيش جوزيف عون. هل ستصل القوى السياسية إلى تأجيل التسريح أم أنه هناك مفاوضات بين حزب الله والتيار الوطني الحر على مخارج أخرى قد تكون بتعيين قائد جديد للجيش؟ هذه العناوين سنناقشها اليوم بهذه الحلقة طبعا مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم أسير الكاتب السياسي، وطبعا بدنا نكون بمداخلات بهذه الحلقة، مداخلة مع نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية ناجي حايك. معلي الدوز يعني هيك بحب انه اسمع رايك دائما بس هلا بنشوف شو رايه لاستاذ ناجي، لانه زمان ما سمعناه يعني عاده الدوز عنده عالي، بس هو قال انه من بعد ما تولى هذه المسؤوليه اصبح هناك يعني مسؤوليه للكلام. طبعا بطبيعه الحال وهو مسؤول عن العلاقات الخارجيه، يعني هلا نشوف مهم دوره هلا بموضوع فلسطين مثلا وما يحصل في جنوب لبنان بالشق الفلسطيني والشق اللبناني وغيره، يعني في مواضيع رح نحكي بالاضافه الى ما يحصل في لبنان بالشق الداخلي، لانه اليوم يبدو انه في امتريس بالجنوب بس في امتريس داخليه كمان يعني عم نشوفها عم تتعالج يعني لاخر خبريه يعني انه شو هي او قصدك البطرك؟ اللقاء اللي صار بين احد المسؤولين بحزب الله واحد مساعدين البطرك، وتم التوافق على يعني اول شيء كل هيدي الاشكال اللي حصلت للاسف، واللي حسب معلوماتي انه قياده حزب الله كانت رافضه كل هيدي التعليقات اللي صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تالفات من ساهم خصوصا من هم المقربين يعني من حزب الله لوقف هذه التعليقات، وتم التوافق على حتى يعني مش بس الموضوع التعليقات، يعني يكون في رؤية مشتركة حول كلفية مقاربة ما يجري في فلسطين يعني. نعم. هذا موضوع كتير مهم. يعني صار في تواصل بين أحد مساعدين البكرة أو مطران ولا مدري؟ مسؤولين بحزب الله يعني. عادة بهيك شغلات واحد ما بحب يحكي المعلومات إلا إذا هني أشاروا لإلا، بس الشيء المهم أستاذ وليد غياط يعني ما معروف قصدي أستاذ قاسم، ما نحن عايشين بالبلد نفسه والبلد صغير، طيب. إنه يا أستاذ وليد غياط يا أحد المطارن المهم صار لقاء مع مين من حزب الله؟ مع حدا من المسؤولين بالحزب، صار لقاء أستاذ خلصة، صار في تواصل جيد أنا برأيي، وتم معالجة، وهذا أنا امبارح كنت حقيقة عم بتواصل مع أكثر من مسؤول بالحزب وكل المسؤولين اللي حكيت معهم كانوا منزعجين جدا من بعض التعليقات التي صدرت على الكلام البطرك يلي قال فيه. خلينا نوضح يلي قال فيه انه نحن نجمع اموال على كل ما على قد ما بيقدر كل واحد للتبرع والدعم للنازحين وللمتضررين بالجنوب، والصواني يلي بتنزل يوم الاحد انه حولها لدعم النازحين. هلا انا سمعت التقرير اللي عند التي في حطته، كثير كان مهم هذا التقرير لتوضيح النقاط، للاسف انه الصواني أحيانا عدم وجود وعي مشترك لبناني، يعني نحن أحيانا بالبعض البيئات الإسلامية ما بيعرفوا بعض الطقوس العلاقة بالجانب المسيحي، والعكس صحيح، مشان هيك بتم أحيانا إساءة الفهم بلحظة إشكالية كبرى، لذلك صار في مجموعة تعليقات والبعض اعتبر أنه كأنه هيدي بتعبر عن بيئة حزب الله. لحظة، هي تعبر عن بيئة حزب الله، يعني انه مش البعض اعتبر انه هذه بيئة حزب الله هيك عم تحكي، لانه يمكن عن عدم فهم لما للمصطلح يعني، صار في سرعة، لانه المتاريس اعلى من انه الواحد يقدر يسمع، صار في مسارعة لمعالجة الامور وتم ضبط المسائل، وقلت لك انه صار في لقاء وتم مش بس اللقاء، يمكن هيك شغلة كمان اهميتها انه كمان بتعزز البحث عن الرؤية المشتركة، لأن احنا بلبنان في هذه اللحظة، وأنا برأيي هذه مسؤولية الجميع، وهذه كان لازم كنا نعملها
قبل بفترة لكن عم نتأخر، بس بعد في فرصة، كيف نوجد رؤية لبنانية جديدة للقضية الفلسطينية بعد اللي صار بغزة؟ يعني بعد هذه الحرب وما شهدته من مآسي، من دمار، من همجية إسرائيلية، من عدوانية، من إبادة، نحن لازم نعرف مين في حدنا. في عدو غير لا يلتزم بالمواثيق الدولية، لا يلتزم بمواثيق حقوق الإنسان، مش مستعد يراعي أي وضع دولي، بهمه أنه يدمر ويقتل الناس. هذا العدو كيف نتعاطى معهم بلبنان؟ مش بس هيك، هذا عدو خطر علينا، لأنه لا يزال مشروع التهجير مستمر عنده، تهجير أهالي غزة، تهجير الضفة. اليوم كتير عجبني مقال الزميل أستاذ يوسف بزي بموقع مدن، حقيقة يعني بقارب الموضوع أنه فلسطين من النهر إلى البحر. الإسرائيلي لا يرى مشروعه الإسرائيلي أو اليهودي حتى بتعبيرهم الدولة اليهودية إلا بدون فلسطينيين. نعم. بدون عرب، بدون مسلمين، بدون سلا أنا أصمه بين يمين ويسار. لا الفكرة، لا لا ما في انقسام. اليهود بهالموضوع كلهم مشتركين، يعني جربناهم، جربنا اليسار وجربنا اليمين وجربنا الوسط، آخر شيء بدهم يعملوا دولة إسرائيل، إذا فين يعملوا إسرائيل الكبرى. الملفت بمقال الأستاذ يوسف بزي، وأنا برأيي هذا هو التفكير الجديد اللي وبلش، أنا كنت عم بسمعه عند قيادات سياسية وفكرية، أنه نحن بالمقابل ما لازم نقبل إلا بفلسطين من النهر إلى البحر. نعم. لأنه ما في إمكانية لا لدولتين ولا لتعايش مع هذا العدو الذي لا يمكن أن يتعايش معه أحد في المنطقة، وكل محاولات التطبيع وكل محاولات القبول، حتى فكرة الدولتين، موضوع السلام بدها كلها مراجعة. بعد حرب غزة نحن بحاجة، وبلشت يمكن بعض المجموعات التفكير تعمل لقاءات حوارية وفكرية، وفي مشاريع عدة لأنشطة لما بعد غزة. ما بعد غزة نحن أمام مشهد جديد، مشهد كتير رائع اللي هو تعبير عن الصمود والمقاومة والإنجاز اللي حققته حركة حماس والشعب الفلسطيني، ومشهد الإسرائيلي الذي يتصف بكل أشكال الهمجية والعدوانية والإبادة الإنسانية اللي بدنا نعرف كيف نتعاطى معه. ما فينا نتعاطى معه بنفس الطريقة اللي كنا عم نتعاطى معه قبل. مش عم بحكي عن حالي أنا، عم بحكي عن دول عربية، عم بحكي عن العالم. ما في مجال. يعني عجبتني فكرة طرحها الوزير الخارجية الأردني أيمن صفد، يعني نعم. ما يتحدثون غزة ما بعد حماس. نعم. مثلا هذا التفكير هلأ اللي عم بيخططوه للإسرائيليين. بيقول لهم فكرة كتير مهمة، أنه حماس ليست تنظيما، ليست مؤسسة، حماس هي فكرة تعبر عن الشعب الفلسطيني اللي رافض رافض للاستيطان، رافض للعدوان، رافض للقتل، رافض للهمجية، رافض لاستهداف المقدسات. هي حماس، هي بهاب 7 تشرين عبرت عن هذا التفكير الفلسطيني. نحن كلبنانيين معنيون، معنيون بهذا الموضوع لأنه نحن مستهدفون. هذه نقطة كتير مهمة، لذلك أنا أناشد وأتمنى، ما بعرف هلا مؤسسات مجتمع مدني وينها بهاللحظة، مجموعات 17 تشرين الأول وينها اللي كانت عم بتدافع وعم تدعي. نحن بحاجة لإعادة تشغيل فكرنا. أستاذة جوزيفين، وحضرتك لك مساهماتك ولك دورك بهالمجال، سواء بحواراتك بمقالاتك، حقيقة نحن بحاجة لتفكير جديد. نعم. بتمنى أنا هلا طبعا المؤسسات الدينية، سواء البطركية المارونية، المرجعيات الدينية الأخرى، مؤسسات الحوار اللي كانت ناشطة واللي هلا ما بعرف شو عم تعمل، كل مؤسسات الحوار اللي أنا مشارك فيها ودائما بدعي للحوار، لكن غائبة عن هذا المشهد الإنساني الكبير جدا، إلا باستثناء بعض المؤسسات اللي عم بتحاول تعمل بعض الأنشطة. نحن بحاجة اليوم لتفكير جديد لمقاربة القضية الفلسطينية. نعم. ولم يعد بالإمكان لبنانيا، لازم كل اللبنان يعرفوا هذا العدو عن جد. ما بعرف يعني هذا العدو بهذه الهمجية. طبعا اكيد. طيب بدك تحكي مع الدكتور؟ لا بدي احكي معك. بدي احكي لا لا في نادي وقت حاجة. لا في وقت في وقت. استاذ قاسم، ما تقوله حضرتك يعبر عن تفكيرك ومنطقك السياسي ومنطق كتار مثلك. مش تفكيري انا، عم بحكيك هلا الزميل يوسف بزي. يوسف بزي ويعبر عن فريق، صديق. يعني لا لا عن مجموعه، فريق يعني. لا 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 بس مش عن الكل. لوصف لك مين اللي عم بسمعهم انا، بس تعرف مين عم بفكر هالتفكير. مين عم بفكر هيك؟ اول شيء استاذ يوسف بزي، من هو يوسف بزي؟ اول شيء يوسف بزي منه منتمي لحزب، كان بتاريخه
قومي سوري يمكن كتب عن مذكراته مع أبو عمار، وكان كاتب بجريدة المستقبل. نعم. وهلأ بموقع المدن. أستاذ يوسف بزي منه يمكن ما بدي وصفه بالناحية العقائدية، يمكن يكون علماني الآن، هو منه حزبي، بينتقد حزب الله اعتراضا، منه فلسطيني عقائدي بالمعنى. أنا مش عم بحكي عن شرائح اللبنانية، عم بحكي هذا النموذج. نعم. النموذج الثاني. نعم. اللي أنا لن أكشف، يعني مش عم بكشف أسرار، اللواء عباس إبراهيم اليوم. طيب اللواء عباس إبراهيم منه حزبي، منه عقائدي، له موقع الأمن. هو هلا احد قاسم، انا عم بحكي عن اليوم ما يخطط لفلسطين دوليا واقليميا، انا مش عم بحكي عن قيادات لبنانيه او مجموعات فكريه لبنانيه يمكن ان تناقش من هلا لخمس سنين فكره فلسطين اذا هي من البحر الى النهر. انا اللي بدي احكيك اليوم مشروع سياسي يعمل عليه على دماء أطفال غزة للأسف. هلأ هيدي بالسياسة، منو أي مشروع سياسي؟ أنا بدي ناقشك بالموضوع اليوم. ما في كلام ما فعلي في... بس خليني لو سمحت، في كلام فعلي اليوم عن أنه كل العواصم من واشنطن إلى الدول العربية بدأوا يبحثوا بحل هذه القضية ما بعد حرب غزة، على أنقاض غزة، كيف ستكون الخريطة في هذه المنطقة ما بعد حرب غزة. أنا مش عم بحكي يعني مش عم بحكي عن نحن كيف منفكر هون بلبنان. هذه أوهام، أوهام أمريكية، أوهام أمريكية، أوهام عربية. عندك المملكة العربية السعودية بصفتها اليوم هي متقدمة العالم العربي، عندك الدول الإسلامية اللي شاركت بقمة الرياض، وعندك الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اليوم تدعو إلى حل الدولتين، كل هولي مجتمعين على حل الدولتين. عندك إسرائيل اليوم المتمثلة بنتنياهو فقط لا تريد حل الدولتين، بينما هناك بلا فريق إسرائيل بدأ يسلم بهذه الفكرة. نتنياهو هذا آخر العنقود. نتنياهو كل الفريق الإسرائيلي اللي حكم إسرائيل منذ اتفاق أوسلو وما بعد اتفاق أوسلو لا يريد الدولتين. أنا بتذكر من أيام شارون، يعني أيام شارون بتذكر وقت ما عملوا أول بدايات مفاوضات، كان أيام جورج بوش، يمكن إجا شارون بعد جابه لرئيس بوش وعمل له جولة، قال له إذا صار في دولة فلسطينية هون بالضفة الغربية وبغزة على بعد 10 كيلومترات من تل أبيب يقصفونا بالمدفعية ما رح نقبل. كل اللي عملوا الإسرائيلي كلهم إسرائيلي، في مجموعات قليلة هول بيسمون مؤرخون جدد أو شوية يسار قديم، ما بعرف إذا بعضهم موجودين بالمجتمع الإسرائيلي. والانتخابات أثبتت ما عاد في هذا التيار، لا بدهم دولتين ولا بدهم سلام ولا بدهم تسويات. هول الإسرائيلي ما راح، المبادرة العربية اللي عمرها 20 سنة تم استعادتها اليوم، ما هي ما بدهم إسرائيلي، ما بدهم إياه، مش العرب. أنا بتمنى يقبلوا مع العرب، يقبلوا مع السعودية افتراضا، يا ريت افتراضا، ولا بيعطوا فرصة. اليوم في ما قبلين، في اشتباك إسرائيلي أمريكي على هذه الفكرة. ما في اشتباك إسرائيلي أمريكي، الأمريكان والإسرائيليين هني حالي واحد. لا، الأمريكان اليوم يريدون حل الدولتين، يريدون حل الدولتين. كلام، هذا مجرد كلام. بدي أنا خطوات التنفيذية. هل يقبل الأمريكي اليوم بدولة فيها نص الشعب الفلسطيني بأيد حماس؟ بتعرف شو بده هلا الامريكاني؟ بده يبطل يشوف حماس، بده اعاده تكوين السلطه الفلسطينيه، بده يبطل يشوف حماس، بده يبطل يشوف مقاومه، بده يبطل يشوف شعب فلسطيني. هذا الامريكي الحقيقي. يعني طبعا الامريكي عم بحكي كاداره، عم بحكي كمسؤولين. الشعب الامريكي اللي عم ينزل على الشوارع، طلاب الجامعات، هولي عم بيفكروا بطريقه اخرى. مزبوط، ما بعرف قديش حجمهم بالاداره الامريكيه، بس هذه الاداره لامبارح بمنا من يومين وقت ما يعطي بايدن ضوء أخضر لاقتحام مستشفى الشفاء بحجة أنه حماس هي موجودة فيه وكله كذب، هو عم بيعترف أنه منذ البداية عطوا الإسرائيليين صور وعطى صلاحية لإسرائيل تدمر. هذا بده دولتين. هلا بيحكوا للعرب يعطون شوية كلام معسول بس لشوف شو بدهم يعملوا ليخلصوا من حماس. اليوم بدهم يخلصوا من حماس. لا شك أنه اليوم في قرار دولي تتقدمه الولايات المتحدة الأمريكية بتصفية حماس، مظبوط، ولكن هم يتحدثون عن إعادة تكوين للسلطة الفلسطينية ليكون بعض القيادات اللي هي بحماس واللي هي كانت ما عبرت عن موقفها بحل الدولتين، مثل مثلا اسماعيل هنيه يلي موجود بقطر، ان
أن تحصل هذه إعادة تكوين السلطة على أن تكون هذه السلطة هي من سيفاوض لاحقا السلطة الجديدة أيضا بإسرائيل؟ أنا ما بدي أحكي عن حماس وشو بتقبل حماس. ما أنا بدي أسألك عن حماس لأنك أنا بعرف قديش بتعرف عندي علاقات مع حماس. هلأ حماس عندهم أولوية اليوم وقف إطلاق النار بغزة، هذه أولوية حماس وإدخال المساعدات الإنسانية، وقف الحرب. نعم حماس يمكن، هذا تقديري أنا، تقديري. حتى كنت عم بسمع مقابلة يعني مع السنوار من زمان كان عاملها قبل ما يعمل 27، كان ممكن بالمعتقد قال انه ممكن نقبل بهدنه مع اسرائيل لفتره بس ما بنقبل باسرائيل كدوله، كدولة. لانه حماس بالاخير جاي من منطلق مزبوط. ديني بس هل في انقسام اليوم بحماس؟ ما عندي علم انه في انقسام. انا برايي في كلام عن انقسامات جذريه بحركه حماس بين الجناح السياسي والجناح العسكري، وانه اليوم الجناح العسكري الذي يفاوض فعليا هو موجود بغزه، ولكن القيادات الموجوده بقطر وب غير عواصم عربية لها رأي. لا أنا مش ما في عندي، قد يكون في وجهات نظر مثل أي حركة مثل أي تنظيم يعني. حماس حركة ديمقراطية إذا بدنا نحكي، تعمل انتخابات وهداك، أنه عملوا يحيى السنوار إجا بالانتخابات، إسماعيل هنية إجا بالانتخابات، في وجهات نظر، ما بدي أحكي عن خلافات بالمعنى خلافات، لكن إذا بدنا نجي اليوم حتى ممكن، هل يمكن إسرائيلي يقبل أنه قيادات حماس تقعد على طاولة المفاوضات بعد كل اللي صار؟ ما بدهم حماس الإسرائيليين. نعم. بدهم سلطة فلسطينية تصير مثل ما صارت السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إنه تعمل تنسيق أمني وتمنع العمليات المقاومة وما ويعملوا هن اللي بدهم إياه. هذا المشروع الإسرائيلي، وللأسف الأمريكي ماشي بهذا الموضوع حتى الآن، ما بقى إذا بغير رأيه. العرب عم بيحاولوا، وأنا طبعا بشيد بأي جهد عربي لوقف الحرب، لإطلاق ما بقوله مبادرات، لكن بدك الإسرائيلي بيقبل ولا ما بيقبل؟ هيدا الإسرائيلي اللي ما شايفنا كلنا إلا حيوانات للأسف. بشوف هولي حيوانات لازم نحن نقتلهم، بدنا نجيب قنبلة نووية ندمر غزة. هذا هو الإسرائيلي الحقيقي اليوم اللي هو عم بدير الحرب، والأمريكي معطيه ضوء أخضر. وين الجهد الأمريكي لوقف الحرب؟ أكثر شغلة عملها أدخل شوية مساعدات مقابل الرهائن، لأن كل هم الأمريكي اليوم إطلاق الرهائن، لا همه إنقاذ غزة ولا همه إنقاذ الشعب الفلسطيني ولا همه السلام. اضطر بلينكن يحكي بالسلام وبدولتين لأنه الدول العربية ما قبلت بالتهجير، ما قبلت بتهجير غزة، ما قبلت بإنهاء حماس، ما قبلت ب هلأ المشروع الأمريكي الجديد اللي كتب عنه يمكن زميل إبراهيم أمين امبارح، بدهم يعملوا يعني إزالة لكل شمال غزة ويعملوا مستشفيات بالبحر ويظهروا اللاجئين، إذا ما قدروا يظهرون لبرات غزة بينزلوهم على جنوب غزة، وإذا فيهم يبعثوا شوي على الأردن شوي على مصر وشوي على دول عربية. هذا هو المشروع الأمريكي الحقيقي. نحن بالمقابل لازم نعمل وعي جديد، مش من منطلق لا ديني ولا عقادي، شيء من منطلق إنساني. هل يمكن أنت بتقبلي بحياتك العادية تكون عندك جار بين هلالين لا يفكر إلا بقتلك؟ كيف بدك تعيشي معه؟ ما هذا بدك ضلك عندك قلق كل النهار وكل الليل. هيدي كيان، بدك تسميها كيان، بدك تسميها دولة منظمة، ما بدها إلا أنه تقتلنا. هذا اللي اكتشفناه يعني بعيوننا يعني. وعلى أي أساس عم بتقول أنه المشهد جيد؟ مشهد جيد حد. أول شيء يعني عم تقول أنه في دولة بدها تقضي حتى على غزة وعلى الضفة، وهي إذا بتقدر. إذا بتقدر بس هالأوم نحن بعد 41 يوم. أستاذ قاسم بس تفضل. لا عفوا بعتذر، أنا مش ما بحب أعطيك. هي أصلا يعني أخذت 3/4 أراضي الضفة، يعني هي اصلا محتله 3/4 اراضي الضفه. هذا اللي نحن بنقول اذا بده يكون في دوله فلسطينيه ان الضفه وغزه وعاصمتها بدنا نسترجعها كلها ان شاء الله. بدك تسترجعها؟ طبعا طبعا بدنا نسترجعها كلها. وانا برايي اللي صار عمليه 7 اكتوبر كان انه يمكن بتمهد لاسترجاعها كلها، طبعا هيدي لو ما انه ما هيدي هي 7 اكتوبر عن جد. يعني رويترز يلي نزل من يومين واحد نشد على ايدي، اعطونا نموذج هو الشباب اللي عملوا 7 اكتوبر، اعطونا نموذج نحن قادرين نكسر كل هيدي الجدر كل هاي الاسلاك ونفوت على فلسطين 48. هيدي لازم نعملها كلنا سوا، نرجع ونفكر فيها كلنا سوا. كيف بدنا نعملها كلنا سوا؟ بدنا نتعاون كل الناس اللي بيؤمنوا بفلسطين وبيؤمنوا بالنضال وبيؤمنوا حرب كبرى يعني على حرب اسرائيل. حرب كبرى. انا بدي اقول لك معلومات يمكن هيك ذكرتها. طب شفت تقرير رويترز من يومين؟ ما سمعت؟ تقرير رويترز شفته من يومين؟ شفته وطلع كله مش مزبوط تقرير رويترز. مين قال حماس نفته وإيران نفته؟ أنا بدي أقول لك أول شيء إيران نفته بس مش عن لسان مسؤولين. لا لا أنا تواصلت مع أشخاص
أشخاص قريبين من مكتب السيد الخامنئي وأكدوا أنه كل ما نشر في هذا التقرير خطأ. في بس شو بدي بالتقرير؟ المعلومة الوحيدة بالتقرير اللي هي صارت معروفة لكل الناس، المعلومة الوحيدة ما شاركوا بالحرب، لا معلومة تقرير رويترز بيخلص بكل ما فيه على أنه إيران بلغت حماس أنه نحن ما رح نفوت بهذا الحرب. مش صحيح. والنتيجة مش صحيح. اليوم هي تثبت أنه تقرير رويترز صحيح. مش صحيح، مش صحيح. كيف ندير الحرب؟ هل إدارة الحرب بس أنك تدتي قذائف افتراضا؟ هي هذه الحرب بس قذائف، بس أنه إطلاق صواريخ بالحرب؟ بالأخير إيران هي جزء من محور بالمنطقة، كل هالقوى الموجودة بالمنطقة عم بتشارك بالحرب افتراضا. شو دور إيران؟ أنا ما بدي أحكي، لأنه نفس الإيرانيين لا يفضلون تحدث عن دورهم بالحرب لأسباب دبلوماسية، أسباب سياسية، ما بعرف، ما عندي معلومات، لأنه أحد الزملاء سألني لماذا لا يريد الإيراني أن يعلن مسؤوليته بهالحرب؟ أنا ما عندي معلومات، لكن هذا جزء من التكتيك الإيراني المعتمد. قصدك أنه هو مسؤول عنها ولكنه لا يريد أن يعلن عن ذلك؟ بالأخير هذا المحور كله سوى الموجود بالمنطقة ما له علاقة بإيران، مش بتعاون مع إيران. قصدك أنه إيران كانت على علم بهذه العملية؟ لا، المعلومة الوحيدة الصحيحة أنه إيران ما كان عندها علم بالعملية، لأنه الإخوان بحماس نفذوا العملية حتى ما بلغوا المكتب السياسي لأسباب تقنية إجرائية. هذه المعلومة الوحيدة الصح بكل هذا المشهد. طيب. لكن ما بعد 27 حزب الله عم بيشارك بالقتال. طب حزب الله مش حليف إيران؟ مش عم بيشارك بالقتال ضد إسرائيل؟ أستاذ قاسم أنا اسمحيني شوي، عم بيشارك بحدود معينة ليست حدود اللي تحدثت حضرتك عنها، مش أنا ببداية حديثنا أنه الحرب الكبرى يلي بدها تلغي إسرائيل وأنه نحن بدنا نلغيها لإسرائيل. خلينا نحكي بموضوعية بالأخير، وقت ما بدك تحوضي حرب كبرى ما بدك تكوني جاهزة للحرب الكبرى. الإخوان بحماس عندما نفذوا العملية هن كانوا محضرين حالهم لمعركتهم، لأنه ما صار في تنسيق مع بقية المحور، بقية المحور قال إنه هذه ليست اليوم الحرب الكبرى، هذه الفكرة الأساسية، مش هي حرب الكبرى، لكن نحن معنيون بهذه الحرب منذ اللحظة الأولى. حزب الله عم بيشارك، أنصار الله اللي هن حلفاء لإيران عم بيشاركوا، المقاومة الإسلامية بالعراق اللي هن على تواصل مع عم بيشاركوا افتراضا، إيران عم بتقوم بدور معين. ما بس تقرير رويترز هيك بيقول، مثل ما أنت عم تقول هلا على فكرة. لا تقرير رويترز بيقول نحن لم نكن على علم وما بلغتونا، ونحن ما فينا نفوت بحرب هلا كبيرة مباشرة، وإيران لن تدخل الحرب إلا إذا ضربت بشكل مباشر. وأطلبوا من القادة حماس إنه ما بقى يطالبونا علنا إنه يفوتوا بالحرب الكبرى، لأنه هلا عبارات بالتقرير رويتر يعني تعمل مشكل، تعمل فتنة. لا تدري، أول شيء نحن إنه نساعدكم معنويا وسياسيا، ما رح نفوت بالحرب، ما هيك عم بيصير، ما رح نفوت بالحرب. كيف بنعرف حرب؟ إنه إيران هلا بدها تطلق صواريخها من إيران افتراضا، هلا إيران مش جاهزة لهذا التفصيل افتراضا إيران، بس إنه ما عم بتساعد حماس إيران. أنا بتسأل قادة حماس شو عم بتساعد حماس إيران. بس لن تدخل الحرب، الحرب الكبرى بالمعنى اللي نحن كنا متوقعين. هن الآن بيعتبروا أنه ليست اللحظة المناسبة لخوض الحرب الكبرى لأسباب عديدة. وحزب الله يدرك بأنه أي حرب اليوم من لبنان على إسرائيل، أو أنه حرب يعني بين إسرائيل ولبنان، ستدمر لبنان، وهذا واقع. يعني وهذا أمر نحن بنعرفه واقع. حزب الله كمان بدنا نحن يعني مشكلة حزب الله بهذا الموضوع، أنه راح عمل حرب كبرى، الناس تسأل ليش عملت حرب كبرى، وإذا ما عمل حرب كبرى الناس تسأل ليش ما عملت حرب كبرى. صح. حزب الله عم يتصرف أن يكون داعما ومساندا لحركة حماس، مش بالكلام، صح، مش معنويا. طيب. مش سياسيا، إنه برأيه فتح هذه الجبهة هلأ وعمل جبهة واسعة. طيب. هلأ توسعة الجبهة إذا لا يزال، أنا برأيي طالما الحرب بغزة مستمرة احتمال الذهاب إلى حرب كبرى بده يضل وارد بكل لحظة من اللحظات، نحن ما لازم نشيله من رأسنا. لكن هن ما بدأوا الحرب الكبرى، يعني إذا بنحكي عن إيران أو الكويت، لكن هلأ الصواريخ اللي عم يطلقوها أنصار الله أو اليمن، لأنه هني بطلوا بس مجرد حركة، صاروا حكومة ودولة وجيش. نعم. طب مش عم يطلقوا صواريخ؟ تبين شو اللي صار من وقت بدأت الحرب. إجوا الأمريكان بصواريخهم وببوارجهم، كل صاروخ عم يطلع من اليمن عم بيحاولوا يسقطوا أو مسيرة. طب إذا أنت بدك تعملي حرب كبرى بالمنطقة، ما بدك تكوني مجهزة كل شيء، ما بتكوني محضرة كل شيء، ما عاملة حسابات. طب ما هذا اللي قالته تقرير رويترز يا أستاذ قاسم، قال نحن لقد استيقظنا على الحرب، ما كنا عارفين إنه في هذا تقرير رويترز قال اللي أنت عم تقوله هلأ.
شو هو الشيء اللي مش مزبوط بالتقرير؟ تقرير رويتر انه نحن لسنا معنيين لا ما قالوا لسنا معنيين، قالوا نحن لن ندخل الحرب الا اذا كانت مباشره علينا، وهذا معنويا وسياسيا، وهم يساعدونهم معنويا وسياسيا. روحوا سكتوا اللي الناس اللي عم ينتقدوا حماس. هلا حتى موضوع حزب الله ما قاله تقرير رويترز انه اليوم الحزب يدرك انه نتيجه هذه الحرب ستكون مدمره على لبنان ولن تكون كما 2006. وهذا واقع. الله رغم ذلك حزب الله بلش الحرب، بلش قتال بشكل انه محدود، هلا لا يسمح بيوسع القتال. هذا مرتبط بالجانب الميداني. المهم الخلاصه اللي بدي اقولها، هذا ما جرى اليوم اذا بدنا نحكي، لانه رويتر الهدف من تقرير رويتر مش مسانده حماس او الدفاع عن حماس، هدف تقرير رويتر اثاره الفتنه بين ما يسمى قوى محور المقاومة. نعم. إنه هؤلاء جماعة مش متفقين بين بعضهم، مختلفين بين بعضهم. في استياء من حماس يعني تجاه حزب الله مثلاً. لا. يعني كل يوم. ولا مثلاً تجاه. لما طلع مسؤول إيران. حماس يشيد. أنا خالد مشعل سمعنا شو قال من قطر. هلا خالد مشعل بعرف علاقته البعيدة. تم معالجة الأمور كلها صار. نحن اليوم أمام. يعني الوضع الميداني هو اللي عم يحكم مسار الأمور حتى اليوم بعد 41 يوم من الحرب. لا تزال قوى المقاومة سواء بغزة أو بالضفة أو بلبنان مستمرة بالمقاومة، وإسرائيل لم تحقق إنجاز أساسي كبير مهم جدا. فاتت على مستشفى الشفاء، دمرت المخيم المجلس التشريعي المبنى افتراضا، بس ما عملت أي إنجاز، لم تطلق سراح الرهائن، لم تعتقل أي قيادة بحماس، لم تصل إلى أي قيادة بحركة حماس. هذا مؤشر مهم جدا، واللي صار باعتراف المسؤولين بحماس، اللي عمله حزب الله كان مساندا للمقاومة. نعم. اللي عم تعمله إيران عم يدعم المقاومة، اللي عم يعملوا أنصار رياض اليمن عم يدعم المقاومة، اللي عم يعملوا بالعراق عم يدعم المقاومة. هذا هو اللي هن اتفقوا عليه، مش انه اتفقوا قرار الحرب الكبرى اللي بده وقته. انا تقديري هذا بده وقته، بده تحضيراته، بده ظروفه، بده امكانياته. ما بتعرف انت بيحصل، انا ما عندي معلومات ممكن انت يحصل، بس ممكن يحصل اذا اجت الظروف المناسبه. نعم. لكن على الاقل اليوم في معركه مشتركه عم تخاض، وهي المعركه حققت الى اليوم، يعني رغم حجم الضحايا اللي عم يسقطوا بغزه. نعم. والدمار، لكن حققت اهم انجاز اللي هو كان مطلوب انه اسرائيل بدها اياه، انهاء حركه حماس. لم تستطع اسرائيل انهاء حماس. انهاء حركه حماس. بدي اشوف هلا، بدي احكي معك شو رح يصير. يعني اليوم في حديث عن هدنه وعن مفاوضات، بنشوف اذا رح تنجح ولا ما رح تنجح وعلى اي اساس. ولكن اسمح لي دكتور ناجي حايك صار معنا. بنحييه ونقول له صباح الخير دكتور ناجي حايك، نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجيه. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباحه لك ولضيفك العزيز. نحن ما صحلنا نهنيك من وقت ما انتخبوك، يعني الله يخليك، توفيق على امل اللقاء يعني مباشره ان شاء الله. جاهز اليوم دكتور ناجي، حضرتك نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجيه، ومن الشؤون الخارجيه الملف الفلسطيني وما يحصل في غزه، وايضا ما يحصل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتله واسرائيل بالمعركه الحاصله. شفنا جدل كبير جدا، وإذا فينا نقول انقسام بالمقاربة بداخل التيار الوطني الحر بين ما حضرتك بتعبر عنه وبين قيادات أخرى بالتيار الوطني الحر يلي بيعبروا عنه. حضرتك كنت صريح وواضح بموقفك أنه نحن غير معنيين بهذه الحرب، بينما قيادات أخرى يمكن كان عندها موقف مغاير. بدي أسمع رأيك بهذا الموضوع، رأيك ب مدى أن يكون لبنان معني بهذه الحرب المعركة يلي على الحدود، مش بس من حزب الله، حتى من الفصائل الفلسطينية التي تطلق بعض الصواريخ من الجنوب لبنان. الموقف التيار الوطني الحر وموقفي أنا واضح بهالموضوع، واضح، ما بيقبل أي جدل. نحن مع الفلسطينيين ونتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقتل كل يوم. هيدي شغلة ما في أي شخص بالعالم ممكن يكون عنده حس إنساني إلا بيكون هيك. وبعدين نحن عنا وقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب حق الفلسطينيين بدولة لألون، بقى ما حدا بيقدر يقول أنه أنا قلت غير هيك. أنا بس في شغلة أنا بحب وضحها، وهي موقفي أنه أنا كلبناني ما عندي قدرة أني أتضامن معهم
بأكثر من هالمواقف يلي نحن بنطلقها من وقت لوقت، وإذا كنا نحن بنقدر على الصعيد الدبلوماسي نعمل شيء، بس نحن نتضامن معهم عسكريا ما عنده قدرة. يعني أنا كنت بتمنى أنه دول الكبيرة دول الطوق هي تتضامن معهم، لأنه اللي عندهم جيوش وعندهم عسكر وعندهم كل شيء. بقى هلأ في ناس بالتيار الوطني الحر عندهم تضامن مع تعبير أكثر يدعو يمكن إلى المساندة بالقتال، هيدي أشياء شعورية، وهيدي من فيض شعورهم بالأذى اللي عم بيلحق بالشعب الفلسطيني اللي نحن بنرفضه، بس مش أكثر من هيك. نحن وقفنا كلنا هو ذاته، كل واحد بيعبر عنه بطريقة معينة. يعني أنتم مش مع فتح جبهة جنوبية؟ لا، نحن مش مع فتح جبهة بجنوب لبنان أبدا، ومش مع إطلاق الصواريخ على إسرائيل من مين مكان. هذا الموضوع واضح، ونحن المجلس السياسي في التيار الوطني الحر حكي عن هالموضوع، وموضوع كتير واضح. بس نحن مع الدفاع عن لبنان إذا تم الاعتداء على لبنان. إذا إسرائيل اعتدت على لبنان نحن نقف إلى جانب من يدافع عن لبنان، لو شو ما كان الإشكال ولو شو ما كان المشكل نحن وياه. هيدا كمان واضح، هيدا موقف التيار الوطني الحر، نعم، وموقفي أنا، وموقف كل الناس، وموقف كل اللبنانيين أصلا. نعم. يعني ما في جدل بالموضوع، ما بيسم يعني تأويلات كتيرة ومنا مقبولة وما بدها هالقد الشغلة. ما بدها هالقد، لأنه هلأ منهم من يقول بلا بدها هالقد، لأنه في فاصل كتير دقيق بين مسألة أنه نحن مش مع فتح جبهة جنوبية، أو بين أنه نحن مع الدفاع عن نفسنا. ما يحصل اليوم على الحدود تعتبروه فتح جبهة جنوبية أو دفاع عن النفس؟ ما بعرف مين عم ببلش قبل. أنا ضد، إذا كان إيران ما بدها تساند الفلسطينيين، وأنا مع الكلام اللي قاله أستاذ عصير أنه ما هو حق فيه، أنه توقيت المعركة الكبيرة يلي محور إسرائيل ومحور إيران والمحور الممانعة بده يفتحها، توقيتها ما بيقدر يترك هذا التوقيت يكون على توقيت إسرائيل والولايات المتحدة. أنت بتعرف أنه هلأ في ترسانة عسكرية طويلة عريضة للولايات المتحدة، نعم، موجودة بالمتوسط، بيكون غير المقبول، وبيكون أوكي. شغلة في غباء. بس شو قصدك؟ هو ما حب يقول هيك الأستاذ، بس أنه تفتح جبهة بوجود حاملات الطائرات، ليه تفتح جبهة على توقيتك؟ هيدي هي كل القصة. بس شو قصدك ما بتعرف مين بلش قبل؟ يعني إذا حزب الله هو الذي أطلق الأول؟ أنا بقول أنه نحن ضد أنه ضرب الصواريخ على إسرائيل مما قد يتسبب بحرب. هلأ الإسرائيلية هن زعران، وكلنا بنعرف أنهم زعران، وأنا برأيي وقلته من زمان ورح أرجع أكرره، أنه حزب الله ما بده يفتح معركة هلأ أبدا بجنوب لبنان لاعتبارات عدة، وهيدي شغلة كتير منيحة، ونحن بدنا إياه يكون ما بده يفتح معركة. نعم. بس أنا برأيي أنه إسرائيل هي اللي بدها تفتح معركة، لأنه هي بتحب أنها تفتح معركة تجر أساطيل الولايات المتحدة أنها تساندها بالمتوسط، وهيدا شغلة صارت واضحة، ولذلك وهيدي أحد الأسباب يلي حزب الله ما بده يفتح معركة. نعم. مش موافق معي يا أستاذ؟ أنا موافق، وإذا بتسمح لي سؤال. فضل. أستاذ جوزيف، تفضل. بعد ما خلصت أسئلتي بس يلا بنناقش في وقت. طبعا أنا أول شيء بقدر المواقف اللي حضرتك عم تحكيها هلا، وكتير دقيقة ومهمة يعني حقيقة، إن شاء الله منتوفق أن نلتقي بحضرتك مباشرة. لكن أنا بدي أسأل بس حول كونك مسؤول العلاقات الخارجية، أي دور عم بيقوم فيه التيار الوطني الحر لوقف حرب على غزة، خاصة أن حضرتك عم تحكي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني؟ هل كان هناك جهد ما قلتوا فيه، سواء بالاتصالات باللقاءات؟ لأن هذا كتير مهم هلأ بهذه اللحظة، وهذا بجنب لبنان كمان الذهاب إلى حرب، لأن لا سمح الله مثل ما عم تحكي أن الإسرائيلي والأمريكي يمكن هو اللي بده بلحظة حرب، واللي حكيته كتير دقيق أنا بوافق 100% عليه، لأنه ما فيك تفوت بحرب بلحظة أنت مش محضرها بالآخر كمان بحضر. أكيد. لكن أي جهد عم ينعمل على مستوى التيار بهذا الإطار، خصوصا من موقعكم يعني بالعلاقة التيار الوطني الحر بيعمل بكل اجتماع للمجلس السياسي ولا للهيئة السياسية عم يتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونحن ناسنا يلي موجودين برات لبنان
يلي نحن كمان توجيهاتنا لهم هي التضامن مع الشعب الفلسطيني ومحاولة إيقاف الحرب المدمرة على غزة. أستاذ ناجي بس نحن عم لو نعمل سمحت، هيك. هلا نحن شو عنا قدرة؟ ايه شو عنا قدرة؟ بدي أسألك شو منتظر منه يعني؟ اتصالات، يعني شو عنده قدرة؟ يعني شو القدرة اللي اتصالات، هو حزب سياسي موجود بالداخل، هو شو عنده قدرة يعمل علاقات اتصالات؟ حزب التيار الوطني الحر شو ببلاد علاقات مع مين يعني قصدك؟ ببلاد الاغتراب مهم كثير. ثاني شيء عندهم شبكة علاقات مهمة مع كثير دول من اوروبا لامريكا، وانا بحسب معلوماتي انا طبعا مش نحن كعندنا هيك يعني. الاستاذ الدكتور ناجي هو شخصه مسموع صوته، يعني مسموع صوته بسبب تميزه، لذلك علاقاته مع مضبوط. لا لا انا عارف شو قصده، انا عارف شو قصده، انا عارف شو عم يحكي، بس حضرتك بتعرف انه نحن ضرب وضعنا بالخارج من وراء علاقتنا مع حزب الله، ضرب كتير، وخصوصي بعد ما بلشت هيدي الحرب ويلي عم بيصير. بتعرف انت انه دول العالم كلها، دول العالم مش بس دول العالم كلها هلا قلنا اذا قلنا ايه ولا قلنا لا، متضامنه مع اسرائيل، غير انه الولايات المتحده متضامنه بالكامل مع اسرائيل، ويلي مش قبلان بوقف الحرب بغزة هو الرئيس بايدن شخصيا. نعم. هو يلي مش عم يقبل يوقف الحرب. هلا اكيد في حضور، في حضور مش بس لبناني او عربي موجود باوروبا ولا بالولايات المتحدة عم يتضامن وعم يطلب وقف الحرب بغزة، كمان في حضور غربي وفي ناس غربيين مش رايدين هيدا الحرب بغزة. بس بذات الوقت دكتور ناجي، ما تنسى دكتور ناجي، ما تنسى انه اللي عملته حماس نعم باعين الغرب هو شغله كثير فظيعه، انك انت تظهر من غزه وتقتل 300 واحد عم يرقصوا، والاسرائيليين بيعرفوا كثير منيح يستثمروا هذا الامر، بيطلعوا بفرجيك صور ناس كانوا عم يرقصوا ومنهم امريكيين ومنهم من تايلاند ومن نعم. كل دول العالم اوروبيين، وتم الاجهاز عليهم. بقى لما بصير شغله مثل هيدي، هيدي كثير بتضر دكتور ناجي، بتضل بالوضع الفلسطيني، وهيدي بتشجع الغرب يوقف مع الولايات المتحده مع اسرائيل. دكتور ناجي خليك خليك معي، لانه بدي يعني اليوم هيدا الكلام اللي عم بيقوله دكتور ناجي حساس كثير، ولكن يمكن هو من الشخصيات القليله اللي كان عندهم انه هلا بدي سميها الجرأة شوي انه يحكي عن إذا بدك نقد أو تقييم عملية 7 أكتوبر، حتى لو حكيناها بالنسبة بنظرتنا أو نظرة الغرب. دكتور ناجي معي للتوضيح، كمان إنه اليوم هل يمكن النقاش حقيقة بعملية 7 أكتوبر وما أدت إليه من نتائج على مستوى هذه العملية، وإنه والهجوم اللي حصل على غزة يعني تحت عنوان قتل 200 شخص عم يرقصوا مثل ما عم بيقول دكتور ناجي؟ باختصار خلينا نشوف، نسمع وجهة نظره كمان للدكتور ناجي. أول نقطة هي أنه حركة حماس كانت عم بتقوم بعمل هو رد فعل على حجم الاضطهاد وحجم المجازر اللي عم يعملوها الإسرائيليين. موضوع التصوير الحفلة الراقصة كمان صار فيه أخطاء، أنه الجنود الإسرائيليين هن اللي قتلوا أكبر عدد من المستوطنين واستخدموا صور لتشويه صورة حماس. هي نقطة كتير مهمة برأيي. لكن النقطة الأهم، افتراضا بدي سلم أنا حماس أخطأت، هل حجم ردة الفعل الإسرائيلية الآن توازي حجم فعل حماس؟ لا طبعا مش عم نناقش بهذا الموضوع. أكيد لا، أكيد لا، مش عم نناقش هذا، لا يمكن. نقطتين مهمين. النقطة الأولى هذا من المسلمات، تم تشويه صورة ما جرى ب 27، وهذا حتى بايدن اعترف أنه جابوا له صور أطفال قتلوا، وبعدين قالوا سي ان ان اعترفت نعم انها اخطات في الصور. لكن انا بدي افترض انه في اخطاء عملتها حماس، لكن ما جرى من 27 لليوم هيدي مجزرة عالمية، يعني هيدي على الأقل فينا ننطلع منها، حتى بالحسب بالتعبير اليهودي العين بالعين والسن بالسن، بيقولوا إنه مش بتقتل 20,000 مقابل 1,200 واحد افتراضا، ومش بتدمر كل العالم كل منطقة غزة مقابل دخول على مستوطنات، حتى بالمنطقة اليهودية، بمنطقة القانوني حضرتك دكتور وهيك، إنه كمان التوازي ردة الفعل لا يوازي الفعل اللي قامت به حماس. انا موافق على كلامك، انا ما عم بقول انه هيدي ردة فعل مقبولة، بس انا عم بقول لك انه هن الاسرائيليين شاطرين
كيف يلموا على هالاوضاع مثل هيدي. يعني الاسرائيلي بتقتل له ولد صغير بيكون هو قتل 100، بحط لك صورته. انا كنت عايش بالغرب وبعرف، بصير يحط لك صوره اسرائيلي مخبى بالملجأ وبكون هو بيكون هو قتل 100 وانت جرح له واحد وفجأة له شخص عم يبكي. انا عم اقول انه لازم يلي عم بيعمل حرب يعمل حسابات انه في ظلم بالتصوير كمان، مثل ما تفضلت عم بتقول اكيد، بس هيدي من الحسابات اللي لازم واحد يعملها. يعني برايك انه حركه حماس ما عملتها دكتور ناجي، برايك حركه حماس ما عملت هذه الحسابات باول كمراقب انا ما بعرف شو بالعمليه اللي عملها. رح لك ما بعرف شو ظروفهم، بس انا عم اقول لك انه حركه حماس يلي عملته هيدي شغله كثير من الناحيه العسكريه، هيدا انجاز كثير 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 كبير، وهيدا بنظر كل المحللين العسكريين وكل يلي عندهم المام بالعسكر وبالحرب بيعرفوا انه مش قليل يلي قدروا يعملوا، كيف اخترقوا كل هال كل هالتكنولوجيا اللي كانت موجوده وفاته وشلت بطريقه يعني كثير قويه، وكيف ما قدروا يعرفوا الاسرائيليه يهجوا يفوت 1500 واحد يقتحموا اسرائيل بدون ما حدا يعرف. انجاز كثير كبير، بس بحسابات هالانجاز بدك تقول انك انت لو فتت وخطفت هون ناس وقتلت العسكر اوكي كانت شغلة ما بيقدروا كتير يستعملوها، رغم انه كانوا استعملوها بجميع الاحوال، بس مناظر الناس يلي مزدوطة بالطريق عم ترقص هيدي بده يستعملها الاسرائيلي ويلم عليها، على اقل من هيك بيلم عليها. كيف بتصير الحسابات؟ انا صراحه ما بعرف. نعم. وما لي قوي دكتور ناجي، وما لي اعرف، ما لي اقول شو اعتبارات حماس. نعم. وشو اللي بتشوفه نصر حماس وشو اللي ما بتشوفه نصر. بس انا اللي بقول لك انه خساره جزء من غزه هلا منه انتصار، هيدا مليون فلسطيني شردوا وهجروا، هذا منه نصر. من مهماته التواصل مع الحماس او شيء. قصدك انه منه، قصدك منه انتصار اليوم ما يحصل بغزه، يعني قصدك منه انتصار لمين قصدك؟ لمين؟ الضربه الاوليه هي انتصار. نعم، بس اليوم ما يحصل ليس انتصار لحماس. انا بقول الدمار اللي تعدى على ذلك، هلا بتقول لي معه حق، اذا قتلوك وانت معك حق قتلوك. يعني دول العالم ترك الشعب الفلسطيني يذبح في غزة، تركته وما عم تحكي شيء، عم بتشوفه عم بيضربه وين ما كان، ناس عم بتموت شمال يمين والعالم ما عم بيحكي شيء. يعني هيلا إنسان بتحكي معه بالغرب في قلب وفي روح مسيحية بيقول لك انه يا عمي عم بيقتلوا الاولاد، كيف هذا الشيء هيك؟ بس قصدك اليوم المنطق التي تقوله حماس بانه اسرائيل لم تستطع لا انه تحرر رهائنها والاسراها يعني، ولا انه تغتال اي قياده من حماس، هذا ليس انتصار، هيك عم تقول حضرتك؟ لا انا بقول الاسرائيليه رحلوا 1500 قتيل، هلا صاروا عم بيقولوا 200 قتيل زياده، ولا اقتحام غزه هلا صاروا حاطين 50 قتيل، بقول لك هودي منهم شيء، انت حطيت له 1500 كثير صار كله صغير بالنسبه لإله، وبمحل معين ارتاح شارعه انه ايه مرميت 1500، اذا صاروا 1700 ماشي الحال. انا عم بقول لك انه كيف ممكن هن يكونوا عم بيفكروا وهن عم بيتصرفوا اكيد بوحشيه لا متناهيه. سؤال تقني دكتور، انتم مش مناسب يكون في تواصل مع قيادات حماس كونك كمان مسؤول علاقات خارجيه لاستماع وجهه نظرهم او للتعاون معهم لمواجهه هذه الحمله الاسرائيليه؟ ما بعرف بالنسبة لحماس، التواصل مع حماس ما بتتواصل مع حماس؟ نحن أنا شخصيا لا ما بتواصل مع حماس. طيب من كم يوم ما بتواصل، أنا بتعاطف مع الشعب الفلسطيني بس ما بتواصل مع حماس. يعني أنا إذا متعاطف مع الشعب الفلسطيني مش معناتها انه انا مع حماس اكيد. أيه. مثل ما كان يقول، بس انت ما بتتواصل مع حماس عن خلفية إرادي انه انت ما بدك تتواصل مع حماس؟ لا لا لا، بس انا عم بقول انه حماس صحيح نحن بلبنان منظمة منا لبنانية ومصنفة كل التصنيفات بدول العالم كلها، خلينا نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني وبعدين نشوف شو بيصير بعد هيك.
قصدك انه هي مصنفة بدول العالم ارهابيه، هيك قصدك؟ ايه، انه التواصل، انه التواصل وبالتالي انت ما تتواصل معه. انا التواصل، لا مش هيك، التواصل مع حماس انا شو بده ينفعني؟ انا ما عندي لا جهاز عسكري ولا جهاز بيقدر ينفع شيء حماس. انا كتيار وطني حر وكلبناني وكمسيحي متضامن مع الشعب الفلسطيني ومع مأساة الشعب الفلسطيني. نعم. والشعب الفلسطيني هو بيقرر شو بيعمل شو بيعمل، هو نعم. بيقرر إذا بده دولة، إذا قبلين يكون في إسرائيل ولا ما قبلين يكون في إسرائيل، الرأي يعود لإله. نعم. هلا طبعا موقفك دكتور ناجي دائما هي بتاخد يعني الموقف اللي قاله الدكتور امبارح سمعته من إسماعيل هنية. أنا معي الهنية قال امبارح ان الشعب الفلسطيني هو يقرر من تكون قيادته. صح. Exactly. مثل ما عم بقول. يعني اذا الشعب الفلسطيني يختار حماس نحن نحترم خيار الشعب الفلسطيني. طيب انا بدي ارجع على ما لي صنفه ابدا، ما لي صنفه، انا ما خص لانه في مين بده انه حماس ما تمثل الشعب الفلسطيني. فقال اسماعيل هنية انه هو الشعب بيختار مين بيمثل الشعب الفلسطيني. امبارح كان اختار حماس بغزه واختار دليل انه الافكار اللي عم تطرحها كثير مهمه حتى بالحوار مع حماس، يعني ممكن يصير في تواصل مفيد انا برايي حتى مع حماس، يعني لانه حضرتك عم تقدم مجموعه افكار سواء بالاداء او نعم. بالرؤيه. حتى اللواء عباس ابراهيم خبرنا بالايام الاولى للمعركه تواصل مع قيادات حماس وقدم لهم مجموعه ملاحظات عن ادائهم الاعلامي، وحسب ما نقل اللواء انه كثير استفادوا من الملاحظات ليواجهوا اللي حضرتك عم تحكي السرديه الاسرائيليه او بعض الاعلام الغربي، وكثير كان في تطوير بالاداء الاعلامي من بعد الايام الاولى لحركه حماس، يعني دليل انه حتى من منظور دعم الشعب الفلسطيني منيح انه الواحد يساهم بتقديم افكار لمواجهة السردية الإسرائيلية. دكتور ناجي أنا بعد عندي سؤال لألك. من بين الأشياء الاختلافات يلي هي بين المجموعات اللبنانية وهي المجموعات الطائفية والسياسية معا، هي مثلا المبادرة العربية للسلام، أنه نحن بنعمل سلام مع إسرائيل أو ما بنعمل، بنعرف شو موقفكم بهذا الموضوع، أنه أنتم مع هذه المبادرة العربية للسلام. صح. وأنتم لا مشكلة في السلام مع إسرائيل، وهذا كمان بحد ذاته موضوع نقاش جدي وإشكالي بالبلد بالداخل. من ضمن المبادرة العربية اللي وافق عليها لبنان واللي بعدها قائمة، هلا بتقولي لي يمكن صارت outdated أو يمكن، بس هلا بعدهم عم يحكوا فيها، بعد ما تروح على الطاولة عم يحكوا فيها، ومش لنا، هيدا الشعب اللبناني هو بيقرر اذا بيوافق عليها ولا لا. بس انا برايي انه اذا كان الفلسطينيين قبلانين بحل الدولتين، نحن بنكون قبلانين بحل الدولتين. نعم. طبيعي. نعم. بس من كم يوم صار في مشكل على كلام البطريرك الراعي، وكان في لك كمان موقف بهذا الموضوع. تحدث البطريرك عن موضوع دعم مادي للمتضررين بالجنوب، واستخدم مصطلح انه لم الصواني. لم الصواني نعرف شو هو، ولكن عمل هذا الموضوع هجمة كبيرة وقربة كبيرة. تحدث عنه أستاذ قاسم قصير ببداية هذه الحلقة. بدي أسمع رأيك وتقييمك اليوم لما حصل يعني، وموقفك من ما يحصل بموضوع موقف البطريرك. تم معالجته، بس من شان يكون معه خبر. ايه؟ تم معالجته. أنا برأيي خليني اجاوب انا استاذ. لا لا بس معلومات يعني مشان توضح الصوره. انا عندي اياها هي ذات المعلومات. تم معالجه هذا الامر، وانا برايي خلينا نحطه ورانا، ما بدها هالقد. كان في تشنج، بتعرفي وضعيه الحرب بيكون فيها تشنج. اذا غلطوا مع سيدنا البطرك، هو مش احسن من يسوع المسيح صفح اللي قتلوه، اكيد سيدنا البطرك بيسامح اذا كان حدا اساء اليه بالكلام. بس الموضوع التغريدات ازيلت وارتاح الوضع، وخلينا نحطها ورانا. يعني الاكيد انه سيدنا البطرك يلي قصده كان من نيه طيبه ومن نيه حسب تعاليم مسيحيته يلي هي محبه الاخر ومحبه كل الناس حتى الاعداء. طبعا بلبنان ما في اعداء، بس انا عم بستطرد بالكلام. فانا برايي الموضوع خلص وصار ورانا، وما في داعي نحكي عنه اكثر من هيك. نعم. بدنا نحييك يا دكتور، يعني لانه كان عندك موقف مغاير من يومين، انه شفتك عم تحكي. لا انا لحقلك، انا وقت اللي حدا بيتعرض للشتيمه لبتركي ما بقبل، واكيد بدافع عنها لانه بتركي هي صرح كثير كبير، وبتركي موجوده هون قبل كل قبلنا كلنا موجوده هون، وباقي بعدنا كلنا موجوده هون، وبتركي هي
بتحكي وبتساعد كل لبنان وتقف إلى جانب جميع اللبنانيين. وأنا وقيت بلومها أنه ميزة شوي لموارنة ولا المسيحيين، لا بيضل عنده موقف على يعني بخلاف القيادات الدينية الأخرى اللي مش دائما بتقف مع كل لبنان. بقى بالحديث عن بكركي شغلة مقدسة، شغلة مقدسة بالنسبة لي، ما بقبل حدا يهينها، وبالنسبة لي بكركي ونحن مثل ما قال السيد حسن كمان المسجد الأقصى اللي بيدق فيه تسقط المحرمات، اللي بيدق بكركي كمان بتسقط المحرمات. نحن كمان بنضم صوتنا إلى صوتك، عدم الإساءة لأي مقدس ديني أو أي مرجعية دينية. وأنا قلت هلا الإساءة شيء والانتقاد شيء ثاني، انتقاد طبيعي يعني. بس الإساءة عم نحكي إيه لأنه حصل إساءة. طيب الحديث عن بكركي وأهميتها بالنسبة لك، بكركي قالت أنه اليوم مع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون بكركي مش معصومة عن الخطأ. أنا هذه إنه معصومة عن الخطأ. هذه جوزيفين شاطرة يا دكتور. طيب بكركي قالت انه هي مع التمديد لقائد الجيش وعدم افراغ موقع القياده بنفس الوقت لا تعيين بظل غياب رئيس الجمهوريه، انتم شو بدكم؟ يعني انتم هل اصبح هالقد المشكل شخصي معه لقائد الجيش لحتى اليوم بدكم تكسروا مقوله التعيين بغياب رئيس الجمهوريه وبدكم تعارضوا بكركي بمساله عدم افراغ قياده الجيش؟ كان عرضناها بأشياء كثيرة وطلع معنا حق. رح أقول لك شغلة كثير أساسية، ما في شيء اسمه فراغ بقيادة الجيش ولا بأي مؤسسة. بيتقاعد قائد الجيش، بيتقاعد مدير الأمن العام، بيفل على بيته وبيجي الأعلى رتبة. هيك صار بالأمن العام، هيك صار بالمصرف المركزي. بس قانون الدفاع الوطني لا يقول ذلك يا دكتور، قانون الدفاع مش هيك يقول ذلك. واضح واضح قانون واضح. الدفاع مش هيك. الأعلى رتبة بكل القيادات رئيس الأركان يا دكتور، رئيس الأركان إذا ما في أركان بيكون الأعلى رتبة اللي هو بيكون عضو المجلس العسكري، بيكون هو هيدا اجتهاد. هيدا اجتهاد. لا هيدا مش اجتهاد. النص واضح. النص واضح. هذا اجتهاد. النص واضح مش اجتهاد. دكتور رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش في حال رئيس غيابه. الأركان. أوكي مين رئيس أركان هلا؟ ما في رئيس أركان. أركان. طيب. يعني الأعلى رتبة. يعني استنتاج اجتهاد. اجتهاد يعني اجتهاد ما انه كثير طيب. صعب. بغض النظر. بغض النظر فيه. يعني انتم اليوم مع تعيين رئيس اركان او مع تعيين قائد جيش؟ لانه اليوم في حركه عم يعملها رئيس التيار من اجل هذا الموضوع. في مفاوضات هيك، بس نحن مع انه الاعلى رتبه يستلم قياده الجيش. نعم يعني اللواء كير صعب. نحن هيدا شيء نحن طبقناه على يلي منحبهم ويلي منحبهم شوي ويلي منحبهم كثير. وبالتالي عم بتقول هو اللواء عباس ابراهيم. نعم. ونحن ولغنا اللواء عباس ابراهيم انه نحن مش رح نوافق ولا رح نساهم بالتمديد له. واللواء عباس ابراهيم كان علاقته معنا كثير طيبه، وانا بوجه له تحيه لسبب كثير اساسي، لانه بكل فتره الثوره هو أكثر شخص حافظ على مناقيب بيته العسكرية وحافظ على احترامه لمقام رئاسة الجمهورية. طيب. وهيدي مشكور عليها. يعني عم بتقول أنه مع هيدا وكله ما قدرنا، نحن مع هيدا وكله نحن ما قبلنا أنه نمدد له. عال يعني عم بتقول هيك موضوع أوكي. عم بتقول اليوم أنه المفاوضات اللي عم بتصير بين الحزب ورئيس التيار هي حول أن يتولى اللواء بيير صعب كونه هو الأعلى رتبة قيادة الجيش بعد انتقال قائد الجيش إلى التقاعد، صح؟ هيك 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 الكلام. مش تعيين. الكلام. مش تعيين. لا في حكي، في أخذ ورد شوي بموضوع التعيين، بس إذا كان كل اللبنانيين وصار في ضغط كتير كبير بموضوع التعيين، نحن بالنسبة لنا بس بغياب رئيس الجمهورية ما لازم يصير في تعيين. نعم. بس إذا لو البد اللبنانيين والفرقاء السياسيين بدهم، الذي يستلم صلاحيات رئيس الجمهورية هي الحكومة مجتمعة، يعني لازم يقدروا ياخذوا قرار، بدهم يوقعوا ال 24 وزير. نعم. لأنه كل واحد منهم 5% رئيس جمهورية ولا 4%. نعم. وبالتالي اليوم المفاوضات موقفكم المبدأ لا تعيين بغياب رئيس جمهورية، وبالتالي ما عم بيصير المفاوضة على التعيين اليوم. مطلبكم مع الحزب يلي هلأ عم بيتم التفاوض حوله هو أن يتولى اللواء بيير صعب
قيادة الجيش يتولى الأعلى رتبة، ما بعرف اسمه اللي هو يعني. نعم، شكرا لك دكتور ناجي حايك. شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا وسهلا فيك. بدي قبل ما نكفي هذا الحوار بدي أتوقف مع فاصل إعلاني. الساعة 12 إيه نحن 12 ونص. والله فاصل إعلاني قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ قاسم قصير. بدي أرجع رحب فيك. آخر سؤال سألني لدكتور ناجي حايك عن مسألة قيادة الجيش، وهي فعلا هلأ مطروحة بشكل جدي. في كلام عن ربط قيادة الجيش بقوى الأمن الداخلي أولا، ثانيا في كلام عن تعيين قائد جيش. إلى أي مدى ينتظم هذا الكلام مع أو يستقيم هذا الكلام مع كل المواقف السابقة أنه لا تعيين بظل غياب رئيس جمهورية؟ برأيك نحن وين واصلين بهذا الملف؟ يعني حتى أكون شفاف وصادق معك، أنا هذا الموضوع يمكن ما عندي معلومات الخاصة بالضبط أنه، لكن عندي ما يسمى القواعد العامة اللي هي عم تحكم، كانت سواء موقف الرئيس بري أو حزب الله. طبعا بقية الأطراف عم يعلنوا بشكل صريح. الرئيس نبيه بري اللي كان لحديت، يمكن ما بعرف إذا كان معك أمير رحمة أو كان مع حد، معك الأسبوع الماضي وكان عند الرئيس بري، أنه الرئيس بري ما بده يعمل تعيين بظل غياب قائد. صح. وبنفس الوقت عنده كان تحفظ على الذهاب لجلسة لإصدار قانون له علاقة بالشخص. قانون واحد. النواب تكتل الاعتدال بعتقد قدموا قانون يراعي كل من هو برتبة عماد وبده يتسرع، حتى يصير قانون عام مش قانون خاص، يعني لا يشمل غير محصور بشخص واحد عماد عثمان بالموضوع. هذه وجهة نظر ثانية. وجهة نظر الثالثة اللي عم بمثلها الأستاذ جبران باسيل وحكى عنها هلا الدكتور ناجي، أما الذهاب إلى تعيين قائد جيش من خلال كل مجلس وزراء يتحول الى موقع رئاسه الجمهوريه، هذا احتمال ما قديش بيزبط. ثاني شيء انه الذهاب الى تحت عنوان اللي حضرتك حكيت عنه اجتهاد جديد يخالف قانون الدفاع الوطني بانه ان يتسلم لاعلى رتبه، لانه هو بقانون الدفاع مثل ما كل الناس رئيس الاركان. بظل عدم وجود رئيس اركان في امكانيه للمجيء يعني. الخيار الاخير هو خيار اللي عم ينادي فيه رئيس المجلس النواب، انه الحكومه هي تتولى حل هالمشكله من خلال تاخير تسريح قائد الجيش. كل هيدا انا برايي بدها اللحظه المناسبه، بده حدا يعمل الحل. بصراحه في سؤال واحد بعد لهلا ما في جواب عليه. لا في حضرتك، ما بعرف اذا انت سالت امبارح انتوا عن يوتيوب او شيء، سجي عطيه كان شو موقف حزب الله من هذا الموضوع؟ هو الحزب صراحه لهلا الزميل حسن الدور كان مع زميلتنا تيمة حكي كلام كثير مهم. انا برايي حزب الله اليوم عم بيشوف الصوره بشكل اكبر. حزب الله اليوم امام تحدي كبير بالمنطقه، وهذا التحدي الكبير هو اللي شغل له باله. حزب الله من ناحية حسب تقديري أنا، هلا أنا ما عندي معلومات، بهمهم العلاقة مع جبران باسيل تكون منيحة بهالأيام، لأنه تم ترتيب العلاقة بالفترة الأخيرة وما بده يرجع يفتح مشكل مع التيار الوطني والسجبر، خصوصا أنه العماد بن شرعون كمان يدعم موقف التيار. طبعا لكن بنفس بالعكس الوقت صعد امبارح كثير هلا قبل ما يطلع بين نفي، يعني كان عنده مواقف مسبقة سابقا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اللي تم ممارستها بموقعين مهمين، يعني بالأمن العام ما تم تمديد للواء عباس إبراهيم وتم تكليف الضابط الأعلى رتبة ولا يزال يواصل عمل اللواء بيسري، وبحاكم مصرف لبنان اللي اختلف حزب الله مع الرئيس نبيه بري. وقت ما الرئيس نبيه بري كان بده يروح على تعيين إذا في مجال حاكم مصرف لبنان جديد، ودعا الرئيس مئات لجلسة وما تمت، حزب الله كان عنده موقف واضح انه يتولى رئيس الجمهور نائب الحاكم الأول. نعم، لانه غياب رئيس الجمهورية لتعيين تغير الظرف، يعني ما قبل حرب غزة وبعد حرب غزة في وضع جديد. قصدك انه يمكن ان يتغير موقف حزب الله من عدم قبول التعيين حزب الله قبل الحرب بعد الحرب يقبل بالتعيين؟ يمكن اما يقبل بالتعيين او لا يقبل بخيارات اخرى مثل التمديد لقائد الجيش، يعني رؤية تقديري أنا، هذا تقدير أنا ما بعرف حقيقة موقف حزب الله. يمكن رؤية حزب الله للوضع أن تحديات اليوم بدها مقاربة جديدة. أول شيء لحماية الوضع الداخلي اللبناني، للحفاظ على مؤسسة الجيش، إضافة لعلاقته الخاصة مع قائد الجيش بهذه المرحلة. هلأ كل هذه المعطيات لوين بتوصل بالآخر؟ في عنصر آخر مخفي
واللي ما حدا بيحكي عنه، وأنا بحكيكي بصراحة وبوضوح، هو العنصر الخارجي. في بالأخير الأمريكان بالذات، الدور الأمريكي طبعا هذا برسم السياديين وبرسم كل الناس، الدور الأمريكي يقال بموضوع قيادة الجيش كما بموضوع حاكم مصر في لبنان، الدور الأمريكي كتير مهم، لأنه الأمريكان بيعني لهم قيادة الجيش والتنسيق مع قيادة الجيش والعلاقة مع قيادة الجيش. هل يكون للأمريكيين بهذه المرحلة إيحاء معين بالذهاب إلى خيار معين؟ وأنا تقديري كتير مسؤولين لبنانيين بياخذوا بعين الاعتبار الموقف الأمريكي، لأنه بيعني لهم الموقف الأمريكي، سواء كان الأستاذ جبران باسيل أو الرئيس نجيب ميقاتي أو الرئيس نبيه بري أو بعض النواب اللي هن نواب التغيير اللي راحوا عند رئيس ميقاتي وطالبوه بالتمديد لقائد الجيش. هو بالأخير بياخذوا بالاعتبار نحن أمام لحظة يتداخل فيها العنصر الداخلي مع الخارجي. برأيك هذا التقاطع الداخلي والخارجي، الزميل سالم زهران ما بدك تسألي عن معلوماته، حسم انه في قائد جيش جديد وهو طوني قهوج، هلا منين وكيف وشو بده يصير ما بعرف، يعني هذا كمان توقع يعني مفاجئ، لا بيزبط ما بيزبط انه ستذهب هذه القوى الى تعيين ما يعني كيف؟ اذا انه تعيين يعني ب24 وزير يعني هذا التعيين وسيغير الحزب موقفه من عدم وجوب التعيين. زهران علاقاته منيحه يعني مع الحزب، مع الحزب ومع العماد هون، وعنده شبكه علاقات واسعه، يمكن يكون معلوماته تكون دقيقة. انه برايك يمكن ان يكون الاتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر على تعيين قائد جيش جديد، وأن حزب الله يطلب من الرئيس ميقاتي يقبل أنه 24 وزير يوقعوا، وهذا شيء بيفتح مجال للطعن بالقرارات الوزارية الثانية، ويقبل الرئيس بري أنه حكينا مع حضرتك مرة على التليفون روحوا انتخبوا رئيس جمهورية. نعم طيب رئيس جمهورية قصدي أنه تعيين، أنا عم بسألك لأنه تعيين قائد جيش جديد يعني إذا بدك والله انتخاب رئيس جمهورية أسهل من تعيين قائد جيش جهد. هلأ طب أعتقد هيك ممكن يعني أنه أن يتخلى جبران باسيل عن موقفه أنه لا للتعيين بظل غياب رئيس جمهورية، يعني أن يتراجع حزب الله يعني عن موقفه بهذا الموضوع، أستاذ جبران يعني باسيل يعني الرئيس بري انتخاب الأستاذ سلمان فرنجي مثلا رئيس جمهورية مثلا، فبيروح بيصير رئيس جمهورية بيتم تعيين قائد جيش جديد مثل ما بده أستاذ جبران باسيل، لأنه هذه كانت أحد من وقت ما بلشت من زمان من وقت ما بلشت المفاوضات مع أستاذ سلمان فرنجي. هيدي قديمة أستاذ آسف، قديمة يعني هيدي لو بده يقبلها رئيس التيار كان قبلها من زمان. ممكن هلأ يستطيع الأستاذ جبران بس يبرر اليوم أنه تغير المواقف مثل ما بالقوات اللبنانية هلأ كل مواقفهم تغيرت، صاروا قبلانين بعقد جلسة لتشريع مجلس نواب وقبلانين بتعيين بظل غياب رئيس جمهورية. أكيد بتعرف أستاذ آسف أنه انتخاب رئيس جمهورية بلبنان لم يعد مسألة محلية فقط، وتغير موقف جبران باسيل لا يؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية. لا ليش إذا عنصر المحل اليوم ترتب وضعه افتراضا حتى بقية الأطراف يمكن تلاقي أنه في مصلحة مثل الأستاذ وليد جنبلاط اليوم يمكن يغير موقف حزب قدم. طب اليوم في كلام أن الملف اللبناني أصبح على طاولة السعودية وإيران، يعني اليوم في لقاء سعودي إيراني وفي كلام أنه هذا الملف أصبح جديا على الطاولة. أحد المحللين السعوديين كان تصور على جديد الاسبوع الماضي كان مع استاذ صليبه انه بيقول انه في توافق امريكي ايران سعودي ايراني انه معالجه الوضع اللبناني. نعم. واللي قاله استاذ ملحم ريشي مع خبر امبارح قال انه القطريين بدهم يرجعوا انه راجعين القطريين على اللبناني. بقول نحن ليه بننطر السعودي والايراني والقطري؟ طب نحن نتفاهم اليوم بهيك لحظه وطنيه مهمه. متفائل استاذ اسامه؟ متفائل كثير. نحاول نقدم معالجات وطنيه للامور، حقيقه نحن كثير مهم نعالج امورنا من الداخل، وهيدي بتصير يعني هلا اللي الشيء المهم اللي عم بيصير هلا معظم الاطراف صاروا عم بيغيروا مواقفهم تحت عنوان تغير الظروف والضرورات. القوات اللبنانيه مثل ما عم نحكي اللي هن متشبثين كانوا بعدم عقد جلسه مجلس النواب
للتشريع. هلا عم بيقولوا للضرورة تمديد للجيش. في أهم من قيادة الجيش هو رئاسة الجمهورية، ما رئاسة الجمهورية أهم من قيادة الجيش. بس هذا لا يعني الاتفاق على سليمان فنجي. لا، أنا اللي بدي أقوله أنه شوف كيف إذا فينا نحن نروح بالمنحة الإيجابي، نستفيد من الظروف لنعيد النظر بمواقفنا ونفتح مجالات للحوار ونقبل بانتخاب رئيس سليمان فنجي بغض النظر مين هو رئيس سليمان. أنا بدي لك المعلومات مرة ذكرتها بس ما أخذت هداك. وقت ما الرئيس نبيه بري بشهر ب 31 آب دعا لعقد حوار، ونتيجة الحوار بنعمل انتخاب رئيس مين ما كان خلال أسبوع بنعمل هالشيء. وطبعا الرئيس نبيه بري بالأخير مسؤول عن كلامه، كان أنه بالأخير قال لي أحد المسؤولين بحزب الله يومتها، قال لي لو قبلوا أنا ذاك القوات اللبنانية والتيار الوطن الحر والكتائب بالذهاب إلى حوار كان هناك استعدادا. عم تسمع هالمعلومة؟ عم بسمع طبعا. أن تراجع عن ترشيح الأستاذ سليمان فرنجية، كان ممكن الذهاب إلى خيار آخر، إلى خيار ثالث، لأنه كان رئيس نبيه بري بده مخرج وحزب الله بهمه يوصل لتفاهم وطني افتراضي. عم بحكيك بأيلول طبعا انتهت الأمور اليوم. كان هناك فرصة جدية للوصول إلى مرشح ثالث، مرشح ولم للأسف نتيجة التشبص بالرأي والتشبص بالمواقف، وأنا بسميه مثل ما كان يقول. هذه الفرصة انتهت برأيك؟ الآن صرنا بمرحلة ثانية. مرحلة شو هي المرحلة؟ أنا ما بقدر أقول لك هلأ حسابات حزب الله وحسابات الرئيس نبيه بري اختلفت بتطور، ويفترض الأطراف الأخرى يمكن حساباتها تختلف. نحن بحاجة اليوم لرئيس جمهورية، رئيس جمهورية قادر على مواكبة المتغيرات اللي عم تحصل بالمنطقة. يكون شو وسط توافقي ولا لا؟ هلأ أنا برأيي الأهم يكون عنده قدرة على إدارة البلد بهي اللحظة. ما يكون بالسياسة اليوم هو شو؟ رح ننتقل لنقابة الأطباء وقفة تضامنية مع غزة وبنرجع للحلقة. عم بالسلاح عم بيقنص وعم بيقوس عليهم وعم بيقتل الأطفال، هؤلاء الحكمة اللي هن عم بيحاربوا هيدا العدوان بالمشرط لحتى يعالجوا المريض. أو يمكن لازم نبلش من هؤلاء الأطباء اللي هن إسرائيلية، واللي هن بعتقد ولو حلفوا يمين باللغة العبرية ولكن مبدئيا حلفوا قسم أبوكرات اللي هو بيقول علينا إنه نطبب من دون أي شخص، من دون ما نتطلع على لونه أو دينه أو عرقه. اليوم عم نجتمع نحن ببيت الطبيب لنستنكر ونرفع الصوت ونقول مرة جديدة أنه نحن منرفض كليا هيدي التصرفات الهمجية، هيدا القصف العشوائي، التعرض إلى المستشفيات، للطواقم الطبية، للمؤسسات الاستشفائية. نستنكر التعرض المتعمد اللي صار على سيارات إسعاف كشافة الرسالة الإسلامية بلبنان. نستنكر القصف اللي صار على مستشفى ميس الجبل، ومنقول نحن إلى جانب أهلنا كمجتمع طبي وكأطباء، إلى جانب أهلنا من الجنوب اللبناني إلى فلسطين المحتلة وصولا إلى غزة. من أول لحظة هذه الأزمة ونقابة الأطباء جهزت خطة طوارئ طبية ووضعتها بتصرف وزارة الصحة. من أول لحظة نحن كنقابة أطباء بتواصل مع اتحاد نقابات أطباء العرب، وعم نشتغل سوا على مشروع تشييد مستشفيات ميدانية بغزة إذا سمحت الظروف الدولية والظروف السياسية، لحتى يتسنى لنا نحن كأطباء عرب أنه نروح ونقدم خدماتنا الطبية لهؤلاء المصابين اللي هن يمكن اليوم مش عم بيموتوا من إصاباتهم، ولكن عم بيموتوا لأنه ما في عندهم أكسجين، ما في عندهم أنتيبيوتيك، وما في عندهم مستلزمات أو وحدات دم ليقدروا يتطببوا. اليوم نحن بنفتح باب الانتساب لأي طبيب لبناني بيحب أنه يسجل اسمه ليكون متطوع ويقدم خدماته ويقوم بهيدا الواجب
الإنساني. كما أنا باسم أطباء لبنان وخاصة الجراحين بقول أنه نحن اليوم مستعدين أنه نستقبل كمان إذا سمحت الظروف الدولية، نستقبل الحالات المستعصية، الحالات المعقدة لحتى نحن نطببها هون بعياداتنا وبمستشفيات. كما من على هيدا المنبر رح نطلق اليوم العريضة الإلكترونية. عريضة إلكترونية تستنكر، ترفع الصوت وبترفض كليا هيدا التصرف الهمجي. هيدا العريضة رح نبعتها لكل أطباء لبنان، رح نبعتها لكل أطباء الوطن العربي وكل أطباء العالم، لحتى يتسنى لكل طبيب وين ما كان موجود أنه يدعم، أنه يوقع، أنه يستنكر، لحتى نفرجي للمجتمع الدولي، لكل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة أنه هنالك في قانون إنساني دولي ضرب بعرض الحائط، وأنه هنالك في قوانين، في أعراف، في مواثيق لازم نحترمها. لأي جنسية، لأي لغة منحكي، لأي عرق انتمينا لازم نحترمها وقت منتعامل مع خينا الإنسان. وأخيرا أنا بدي طمن مرضانا بلبنان وشعبنا اللبناني وقل لهم أنه جسمنا الطبي بخير، وأن نحن كنقابة أطباء وكمجتمع طبي نحن متضامنين، نحن بجهوزية ومستعدين في حال صار في اعتداء وانتهاك للبنان واعتداء على الوطن. وهلأ اسمحوا لي أنه أعطي الكلام للدكتور عبد الرحمن البزري، ومن ثم بدي أتشكر كمان وجود الدكتورة تينا اللي هي إذن كنا مع هذه الوقفة التضامنية من نقابة الأطباء، وراحت الصورة، بس واضح يعني في موقف متقدم جيد. وأنا برأيي حقيقة هذا بحب أختم، أي جهد اليوم لدعم الشعب الفلسطيني وقف الحرب هو مهم، بالصوت، بالصورة، بالكلمة، بالدعاء، بالتذكر. يعني أنا كل ما عم بشرب شربة مي، عم بقعد آكل، بشوف بتذكر هول أبناء غزة كيف شو عم يعملوا، شو عم بعيشوا. موضوع الأطباء، موضوع المستشفيات، في شيء عم بيصير هو بمجرى إبادة إنسانية. نحن علينا جميعا بأي شكل من ما حدا يعني يستخف بالإمكانية. بدك اليوم مثلا بالنيو تي في مغني بريطاني، بالفوتبول، بكرة القدم، صح. نحن كلنا معنيون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. هي كأنه في صحوة عالمية طبعا على قضية فلسطين. إنجازات هذه حقيقة أحد أهم نتائج هذه الحرب المدمرة، رغم كل القسوة اللي عم بيمارسها العدو الصهيوني، لكن عم بيصير في هذه الصحوة العالمية اللي عم بتفرج أنه هذا العدو الصهيوني، هذه الجرائم مش اللي عملته حماس، هي الجرائم. وأنا بشكرك اليوم، حلقة كتير كانت حقيقة حيوية ودسمة، يعني مش الله يعطيك العافية يعني. شكرا لك يا استاذ قاسم قصير على وجودك معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا شكرا لكم على هذه المتابعه، نحن طبعا بعد قليل رح يكون مع الموجز الاخباري، تابعونا والى اللقاء.